دفع طبعا التهنئه من قبل مجلس اداره النادي الاهلي لسياده الوزير اشرف صبحي بمناسبه توليه مقاليد امور الرياضه المصريه، والدعم او التاكيد على الدعم الكامل من جانب اداره النادي الاهلي للوزاره في كل ما يخدم المصلحه العامه. ده كان اول اهداف الزياره اللي قدام حضراتكم. لو التقرير جاهز يا جماعه نطلع بالتقرير للساده المشاهدين ونرجع نتكلم في تفاصيل هذه الزياره. احنا اتكلمنا بصفه عامه، هم جايين يرحبوا او يباركوا لي ردا على الزياره يعني، واتكلمنا في النقاش بصفه عامه. زياره احنا تشرفنا بيها اكيد لسياده الوزير، هو طبعا سبق هو وشرفنا في النادي الاهلي، وكانت برضو زياره وكانت جلسه موفقه، والنهارده برضو كانت جلسه طيبه جدا معاه بحضور كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. تطرقنا لكلام كتير يعني، يمكن فيما يخص مش بس النادي الاهلي بشكل خاص يعني، فيما يخص حتى الرياضه المصريه بشكل عام كدور النادي الاهلي الريادي ك يعني اكبر انديه المصريه يعني والافريقيه. وكلامنا يمكن كان ابرز المواضيع يمكن عوده الجماهير، يعني سياده الوزير مهتم بيها جدا واحنا دي على راس اولوياتنا يعني، فان شاء الله هيكون فيها تعاون الفتره الجايه باذن الجماهير ترجع ان شاء الله يعني. اكيد الموضوع ده بيحتاج تنسيق من كذا جهه يعني، هو بيبقى يعني الاجتماع برضو زي ما احنا قلنا النهارده، الاجتماع هي جلسه طبعا. احنا تشرفنا بوجودنا مع وزاره الشباب والرياضه طبعا الصرح الكبير مع دكتور اشرف صبحي، شخصيه يعني محترمه ومثقفه جدا، بس احنا اتكلمنا بشكل عام على عوده الجماهير كافاده للرياضه المصريه وللكره المصريه. لكن طبعا حته المباراه تحديدا دي بتبقى محتاجه اجتماعات امنيه، وبيبقى محتاج فيها تنسيق مع وزاره الداخليه ومع هيئه الاستاد المعنيه بالمباراه، ويعني ليها ظروف ثانيه يعني، بس ان شاء الله تكون الافضل يعني. احنا عندنا الاستعداد والفكر ان احنا نعمل حاجه ان شاء الله مختلفه عن الفترات اللي فاتت.